أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا وزاريا يقضي بحجز المركبة إذا ضبطت متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في أي مكان في البلاد في مقر كراج الإدارة العامة للمرور، وذلك لمدة شهرين مع الالتزام بدفع الرسوم. وكانت العقوبة السابقة غرامة لا تزيد عن 15 دينارا فقط من دون حجز المركبة.